شيلة مهداه لأريج فرج أنشاري العطوي بمناسبة حصولها على درجة الماجستير تخصص إدارة أعمال تنفيذي. معاليها تخرجت شيخة الغزلان الله يحقق أمانيها أريج بنت الفخر والشان يجعل ربي يهنيها يجعل ربي يهنيها يجعل ربي يهنيها هاتوا لها الدرع والتيجان يا أهل الحفل افخروا فيها أريج لها بالفخر نيشان والغم صفح أيادي فيها والجامعة تفتخر فيها نلت الماجستير بالهمة وفي مجال الإدارة جبتيها ومرتبة الشرف الأولى بالجامعة قد خذيتيها أريج نجمة الأكوان يلي وصف الحلا فيها بالجد والعزم والإتقان حلم شهادة خذيتيها ومبروك بالورد والرد أخلاقك اللون والمرجان والطيب يزهى مباديها بنت الكفو طيب الجدان شيخ المراجل وراعيها شيخ المراجل وراعيها شيخ المراجل وراعيها فرج أنشاري عالي الشان على المعالي مربيها وأمك الورد في البستان بوصفها من يماريها أم عبد الرحمن فخرها زان يا حيها وحي طريها يا حيها وحي طريها يا حيها وحي طريها أريج لك عزوة شجعة أخوانك معروف ماضيها وعيالك أهل الفخر والشان بالطيب دايم مباديها هذا الصقر محزم مليان والسلام